مرحبا، كيفكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وفلوج تحدي جديد. اليوم راح اخذ اسامة على السوبر ماركت، راح اعطيه دقيقة كاملة يشتري اللي بده اياه، نشوف شو بده يعمل في دقيقة. خليكم معنا بس نوصل السوبر ماركت برجع لكم. وصلنا السوبر ماركت وهي اسامة مع خالته وهي رائد بيجي بيا، وهون بنت اختي. السوبر ماركت وبس نوصل رح نصور لكم، بس نفوت لجوا وهون رح نحط مؤخر. انا بحب هذا. ايوه كمان واحد لي، كمان لا خلص واحد لي خلص عشان اطلع على الحديقه. خلص واحد ثاني تخلص واحد ثاني. هلا هم مذاكر كل شيء بدك اياه اللي اختاره. شوكولاته شوكولاته. يلا اشتري من هون. اسمع هاي ذاكر شوفي هيك خلص الوقت وزدت له 25 ثانية كمان. أسامة شرى هدول، تعال شوف شرى بس هدول. الله إنه ولد موفر. ويلا هسا نروح نحاسب وبس. خلصنا، هاي شرينا الأغراض وزدت عليهم شوية أشياء، وهلا بدنا نروح على البيت أفرجيكم شو جبنا. تضغط على الجرس وباي. بنحبكم. وصلنا البيت وراح بريكم الاشياء اللي شراهم اسامه واللي انا جبتهم، وارجع لكم. هي الاغراض اللي شراهم اسامه، انا جبت عليهم كم من شغله زي هدول المشروب طاقه وبيبسي وشيبس. هذا بده الباقي كله جابه اسامه. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك عشان عائلتنا تكبر. وبس كل اللي